وضع كل زين يعني. اي انتخبنا ورجعنا يعني بصوره سهله، كل شيء ما واجهنا معاناه يعني. والله الوضع الامني ما شاء الله حيل زين بالانتخابات وداخل الانتخابات يعني حاله اوكي تمام، ماكو اي مشكله، رحنا انتخبنا بسلامات وطلعنا بسلامات والحمد لله والشكر. انتخابات ما بيكون ضغوطات يعني، من طبينا نريد ننتخب ما حسينا ايش تنتخب ما تنتخب، طونا الورقه يعني قعدونا ورا المياس قدمنا كتبنا محمد الحلبوس وطلعنا، ما يعني صارت اي ضغوطات علينا يعني بالانتخابات، ما حد يفرض علينا فرض. الحمد لله يعني حيل زينه ونزيهه، ولو قسم يعني شكه وقسم زين قسم، لكن احنا شفناها من رحنا انتخبنا نزيهه حيل نزيهه، وانتخابات ان شاء الله زينه وتبشر بخير ان شاء الله. نعم وان شاء الله اللود ما يقصرون حبيبي. بالنسبه للانتخابات احنا انتخبنا بعدادية الصناعه، اما باقي المراكز ما اعرف، بس انا احكي لك على اعدادية الصناعة. كانت العملية نتيجتها حلوة وسلسة وما لقينا أي صعوبات ولا أكو أي ضغوط ولا أحد يعني ثقف أنه انتخب فلان ولا انتخب فلان، كل من ينتخب اللي بباله. والله ان شاء الله بازدهار يعني، انت شوفت عينك الابريكان يعني ما قصر بالوضع الامني بالفلوجه من ناحيه ازدهار من ناحيه بنى تحتيه يعني الحمد لله، فهذا اكيد يعني تكون بعد حسن ظننا يعني انه احنا انتخبناه، فما ان شاء الله ما نفشل ان شاء الله. الفلوجه شفت التطور، فان شاء الله بعد المظاهرات انه تكون العفو الانتخابات تكون بصوره صحيحه بعد افضل واحلى ان شاء الله. والله بالنسبه للوضع بالانبار زين، وعلى هاي النتيجة والله بعد احنا ما نعرف الموضوع، بس كنا انتخبنا والامور تمام الحمد لله والشكر على كل حال. احنا ما تأثر علينا يعني، تفيدنا احنا، احنا استفادتنا هسه يعني، هسه من اخذ 13 مقعد يفيدنا احنا ما يفيد غيرنا يعني، اذا على الواحد يبقى رئيس برلمان يفيدنا احنا بعد جزء يعطينا بعد شيء او احسن. تريد يعني تعاونهم يعني، اهم شيء القضاء على الفساد هذا الاولي، والقضاء على الطائفية هاي الشيء الثانية، هذا العراقيين ما يريدوا غير هذا. اما هو يعني البناء الاعمار هو يجي ترتيبي ان شاء الله، اذا هم صدقوا يعني صدقوا ويا الشعب وصدقوا ويا اللي انتخبهم وصدقوا ويا اللي تعب يعني تعب ليل نهار شهر وياهم، فلازم يوفون هذا الشيء هذا الامر. والله بالنسبه للتغيير ما اظن يعني اكو تغيير راح يصير يعني بصراحه، لان التغيير هم نفسهم، الوجوه اللي كانت موجوده هي نفسها صعده، ما يجينا واحد جديد حتى نقدر نقول نبني امال عليه، بس نسال الله التوفيق وان شاء الله التغيير نحو الافضل.